الأستاذ أشرف المالكي رئيس وحدة تسليم المجرمين والشكاية الرسمية وترحيل المحكوم عليهم برئاسة النيابة العامة. خلال ندوة اليوم تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع التي تهم آلية تسليم المجرمين والدور الذي طلعوا به هذه الآلية في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما لا يخفى عليكم أن أجهزة العدالة الجنائية داخل البلد الواحد تبقى قاصرة في تتبع الجنات في حالة ارتكابهم لأفعال جرمية فوق تراب المملكة ومغادرتهم لأراضي المملكة في اتجاه الخارج. لذا من اللازم دعم قدرة أعضاء النيابة العامة في هذا المجال وبخصوص في مجال إعمال آلية تسليم المجرمين كآلية تمكن أجهزة العدالة الجنائية من جلب الفارين للعدالة بغية تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة سواء من أجل محاكمتهم أو من أجل تنفيذ العقوبات السلبية الحرية الصادرة في حقهم. وفي هذا الإطار الخبراء هذا الصباح تناولوا مجموعة من النقاط التي همت بالأساس الدور الذي يطلع به قدرة الاتصال الأجانب المعتمدين سواء من داخل أراضي المملكة أو قدرة الاتصال المغاربة المعتمدين بالخارج في تفعيل طلبات تسليم المجرمين من خلال مواكبتهم اليومية لهذه الطلبات والحرص على تفعيلها مع سواء السلطات المركزية بالدول المعتمدين بها أو مع القضاة زملائهم الأجانب. كذلك تناول الخبراء هذا اليوم دور القنوات غير الرسمية والشبكات المعتمدة دوليا في تفعيل طلبات تسليم آلية التعاون القضائي في عمومها. أذكر على سبيل المثال الاتفاق الرباعي المبرم ما بين المملكة المغربية والنيابة العامة بمدريد وإسبانيا وبلجيكا واللي الغاية منه تفعيل طلبة التعاون القضائي الدولي بصفة غير رسمية ما بين هذه الدول الأعضاء. وفي تم ختم أشغال هذه الندوة بدراسة حالة عملية كان الغرض منها تبسيط وتوضيح المشاركين في هذه الندوة العلاقة ما بين آلية تسليم المجرمين وآلية الشكاية الرسمية وما هي المعايير وما هي الحالات التي يتم فيها توجيه الشكاية الرسمية. كل هذه المعطيات كانت بهدف تقريب المشاركين من محاور الدليل العملي الذي أعدته النيابة العامة واللي في الحقيقة سيشكل أرضية وسيشكل معينا لسدى أعضاء النيابة العامة عندما يتواجدون في مكاتبهم سيجدون فيه معينا لهم في سواء في تعاملهم مع طلبات السن الصادرة عنهم أو في تعاملهم مع طلبات السن الواردة عليهم. في الحقيقة الجريمة اليوم أصبحت عابرة للحدود بجميع المعايير. المجرمين تستعملوا بمجموعة من وسائل الاتصال والمواصلات وتستعملوا وسائل التكنولوجيا الحديثة سواء في ارتكابهم لهذه الجرائم أو في مغادرتهم للتراب الأقاليمي وتراب أقاليم البلدان اللي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وبالتالي فآلية تسليم المجرمين تبقى هي الآلية الكفيلة بتتبع هذه الجنات الفارغة من العدالة واستقدامهم سواء من أجل المتابعة ديالهم أمام القضاء الدول التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم أو من أجل تنفيذ العقوبة السلبية للحرية في حالة ما إذا كانوا موضوع أحكام نهائية صادرة في حقهم. وهذه الندوة تأتي بطبيعة الحال في إطار دعم قدرة أعضاء النيابة العامة لتتبع الجنات الفارين من العدالة واستقدامهم أمام القضاء الوطني المختص بالمتابعة وتنفيذ هذه العقوبات.